تلقى حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى ال خليفه عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من معالي الشيخ خالد بن عبد الله ال خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رفع فيها معاليه الى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى رعاه الله خالص التهاني والتبريكات بمناسبة تتويج سمو الشيخ ناصر بن حمد ال خليفة ممثل جلالة الملك للاعمال الانسانية وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي للقدرة بلقب بطولة اسبانيا للقدرة لمسافة 120 كيلومتر وفوز الفريق الملكي للقدرة بالمركز الاول في السباقات ثلاثه لهذه البطوله واشاد معالي بهذا الانجاز الذي يضاف الى السجل المشرف للرياضه البحرينيه عموما ورياضه سباق القدره خصوصا والذي جاء تجسيدا بما تحظى به الرياضه في المملكه من دعم ورعايه ساميه من لدن جلالته رعاه الله لقطاع الرياضه ومنسوبيه من الرياضيين سائلا المولى القدير ان يحفظ جلالته ويديم عليه موفور الصحه والسعاده وطول العمر